الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدری صحابہ کے ذکر میں سے آج جن صحابی کا ذکر ہوگا ان کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام کے والد کا نام عوام بن خویلد تھا. بصدد الحديث عن الصحابة البدريين فإن الصحابي الذي أذكره اليوم هو سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. اسم والده العوام بن خويلد واسم والدته صفية بنت عبد المطلب التي كانت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسب الزبير ونسبه يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند قصي بن كلاب. كان الزبير ابن أخ للسيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج الزبير السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وهكذا يكون الزبير والنبي صلى الله عليه وسلم سهرين لأبي بكر. هذه أنواع أواصر القرابات للزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكنية الزبير رضي الله عنه هي أبو عبد الله. الزبير نے حضرت ابو بکر كانت صفية اختارت لأخيها الزبير بن عبد المطلب كنية أبو طاهر، أما الزبير نفسه فقد اختار له كنيته نظرا إلى اسم ابنه عبد الله، فصارت كنيته أبو عبد الله أكثر شهرة. أسلم الزبير بعد إسلام أبي بكر رضي الله عنهما، كان الرابع والخامسة بين أوائل المسلمين. لقد أسلم وهو ابن 12 سنة، وفي رواية أنه أسلم وسنه 8 سنوات أو 16 سنة. كان الزبير من العشرة السعداء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حياتهم، وكان أحد الستة الذين عينهم سيدنا عمر رضي الله عنه قبل وفاته من أجل الصورة لانتخاب الخليفة بعده. لما مات العوام والد الزبير كان نوفل ابن خويلد يلي ابن أخيه الزبيرة، وكانت صفية تضربه وهو صغير وتغلظ عليه، فعاتبها نوفل وقال: ما هكذا يضرب الولد، إنك لتضربينه ضربا مبغض. فرجست به صفية: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويهدي بالصلب ولا يكون لماله خبء مخب يأكل في البيت من تمر وحب. على كل حال، هكذا كان تفكيرها وأسلوب تربيتها للأولاد لجعلهم شجعانا، ولكن ليس ضروريا أن يكون هذا الأسلوب أسلوبا جيدا جدا، لأننا نرى عموما اليوم
أن هذا الأسلوب لتربية الأولاد يصيبهم بنقصان الثقة بالنفس. على كل حال، إن الله تعالى حفظ الزبير من التأثير السلبي لذلك الضرب والقسوة. إن الأمومة شيء معروف، فالأم لا تضرب فقط بل تشمل أولادها بحبها وحنانها أيضا. والأحداث التالية أكدت أن الزبير تحلى بالشجاعة والبسالة بالفعل، والله أعلم بأسباب تحليه بالشجاعة. ومن المؤكد أن الضرب الذي تلقاه في الصغر لم يترك عليه أثرا سلبيا. في هذه البلاد وفي هذا العصر، لو جرب أحد هذا الأسلوب مع الأولاد، فإن رجال الخدمة الاجتماعية سيحضرون فورا ويأخذون أولاده معهم. فعلى الأمهات أن لا يجبرن هذا الأسلوب هنا. عندما أسلم سيدنا الزبير، كان عمه يلفه في حصير ويدخله ليرجع للإسلام إلى الكفر، ولكنه كان يرد عليه: لن أعود إلى الكفر أبدا. لقد بيّن حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة كالآتي: كان زبير بن العوام من كبار الفتيان البواسل، وقد برز قائدا عظيما زمن الفتوحات الإسلامية. كان عمه يؤذيه أذى شديدا، كان يلفه في الحصير ويدخنه ليختنق، ثم يقول له: هل ترتد عن الإسلام أم لا؟ فكان الزبير يصبر على تعذيبه ويرد عليه: لن أنكر الحق بعد أن عرفته. حدث هشام بن عروة عن أبيه قال: قاتل الزبير بمكة وهو غلام ورجلا، ربما هذا الرجل قسى عليه فكسر يده وضربه ضربا شديدا، فمر بالرجل على صفية وهو يحمل فقالت: ما شأنه؟ قالوا: قاتل الزبير. لم يخبروها من الخاطئ في الخصومة، فقالت فرحة بشجاعة الزبير رضي الله عنه: كيف رأيت زبرا؟ أأقتا حسبته أم تمرا أم مشمعلا صقرا؟ أي كيف وجدت الزبير؟ هل ظننته جنبا أو تمرا تأكله بسهولة وتعامله كما تشاء؟ لا بد أنك قد وجدته كالباز المتنقص على فريسته، المنقض على فريسته بسرعة. هاجر الزبير رضي الله عنه إلى الحبشة، وعندما هاجر إلى المدينة أقام عند المنذر بن محمد. وعن أسماء زوجة الزبير رضي الله عنهما قالت: لما خرجت من مكة مهاجرة كنت حبلى بعبد الله بن الزبير، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فمه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. يبدو من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أسماء عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه. حضرت اسماء کے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا تھا.
عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في مكة، آخى بين الزبير وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وبعد الهجرة إلى المدينة، لما آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، صار سلمة بن سلامة أخ الزبير في الدين. سمى الزبير رضي الله عنه أبناءه بأسماء الشهداء ليرزقهم الله الشهادة في سبيله، فسمى ابنه عبد الله باسم عبد الله بن جحش، وابنه المنذر باسم المنذر بن عمرو، وابنه عروة باسم عروة بن مسعود، وابنه حمزة باسم حمزة بن عبد المطلب، وابنه جعفر باسم جعفر بن عبد الله، وابنه مصعب باسم مصعب بن عمير، وابنه عبيدة باسم عبيدة بن الحارث، وابنه خالد باسم خالد بن سعيد، وابنه عمرو باسم عمرو بن سعيد. وكان عمرو بن سعيد استشهد في واقعة اليرموك. لا ندري مدى صحة هذه الرواية، لأن سن والدة عبد الله لا يتفق مع ذلك. وإذا كان أول وليد ولد في الإسلام، فالله أعلم بالوقت الصحيح بمولده، ولا ندري هل كان أحد من المسلمين قد استشهد قبل ولادة عبد الله أم لا. على كل حال، لقد سمى الزبير أبناءه على أسماء هؤلاء الصحابة الكبار. عن عروة بن الزبير أن والده كان طويل القامة، بحيث إذا إن قدمه كانت تلامس الأرض وهو على الدابة. وعن عبد الله بن الزبير قال: قلت لوالدي: أسمع عن عبد الله بن مسعود وغيره من الأصحاب يروون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، ولا أسمعك تروي عنه صلى الله عليه وسلم، فما سبب ذلك؟ قال: لم أفارق النبي صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت، ولكني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قول الزبير هذا لا يعني أن غيره من الصحابة كانوا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، كلا، بل المراد أنه كان يرى الحيطة خيرا له مخافة أن يروي عنه صلى الله عليه وسلم خطأ. انظروا، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقط من يتعمد الكذب عليه، ومع ذلك كان الزبير رضي الله عنه يأخذ الحيطة الشديدة مخافة أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خطأ، فيصبح من الذين يعاقبون. لهذه الدرجة كان محتاطا. عن سعيد بن نسيب أن الزبير بن العوام أول من خرج أو أخرج سيفه من غمده في سبيل الله. ذات مرة كان الزبير يسترجع في شعب المطابخ، وهو مكان في مكة، فسمع فجأة صوتا أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، فخرج من بيته فورا شاهرا سيفه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الذي كان الزبير قادما منه، فسأله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا زبير، ما بك؟ قال: كنت قد سمعت صوتا يقول بأنك قتلت. فقال صلى الله عليه وسلم: فماذا أنت فاعله إن قتلت؟ قال: والله كنت عازما على أن أقتل أهل مكة كلهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم دعا لسيفه أيضا. يقول سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بحقه، وإنني لآمل أن الله لن يضيع دعاءه،
شهد الزبير بن العوام بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه يوم أحد وبايعه على الموت، وكانت معه إحدى رايات المهاجرين الثلاثة يوم فتح مكة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسان فقط يوم بدر، وركب الزبير أحدهما. عن عروة كان في الزبير ثلاثة ضربات بالسيف كنت أدخل أصابعي فيها، اثنين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. وعن موسى بن محمد عن والده أن الزبير كان يعرف بعمامته الصفراء، وفي بدر كان لابسا عمامة صفراء، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير، أي الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى للنصرة كانوا أيضا يحاربون متعممين بعمائم صفراء. عن هشام عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد وهو مدجج بالسلاح لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبي ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بعنزة أي بحربة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر بن الخطاب فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبه عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. وعن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لي يوم أحد بين أبويه، أي قال لي: فداك أبي وأمي. وروي عن الزبير أن امرأة تأم القتل يوم أحد، أي جثث الشهداء، فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى المرأة جثث القتلى، لأن كثيرا منهم كانوا مثل بهم بشدة، فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة فتوسمتها فإذا هي والدتي صفية، فهرعت إليها ووصلت إليها قبل أن تصل إلى جثث الشهداء فضربت بيدها على صدري أو فضربت بيدها على صدري ودفعتني، وكانت امرأة قوية، وقالت: لن أسمع إليك فابتعد عني. قلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك أن لا تري الجثث. فتوقفت فورا وأخرجت ثوبين وقالت لي: أحضرتهما لأخي حمزة لأنني علمت بشهادته فكفنوه بهما. وفي رواية قالت صفية: علمت أن أخي قد مثل به في سبيل الله، فكيف لا أصبر وأحتسب. فذكر الزبير ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوها تتقدم إلى جثة حمزة. فتقدمت ورأته واسترجعت ودعت له بالمغفرة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه. يقول الراوي: عندما أردنا تكفين حمزة في الثوبين نظرنا إلى جانبه رجل من الأنصار وقد عومل مثل ما عومل حمزة وليس له كفن، فرأينا غضضة علينا أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري ليس له كفن، فقررنا أن نكفن حمزة في ثوب ونكفن الصحابي الأنصاري في ثوب آخر،
وكان أحدهما أطول قامة من الآخر، فأقرعنا بينهما وكفنا كل واحد في الثوب الذي صار له. مع ذلك لم يكن الثوب كافيا فوضع العشب. اور خدا کی راہ میں جو بھی سلوک حضرت حمدہ کے ساتھ ہوا ہے اس پر ہم کیوں نہ راضی ہوں، میں انشاءاللہ صبر کروں گی اور اس کا اجر خدا سے چاہوں گی. حضرت زبیر نے ماں کا یہ جواب سنا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب من یاتینی بخبر بنی قریظہ فقال الزبير أنا، فقال من يأتني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير أنا، فقال من يأتني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حوارية الزبير. عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول أنا ابن حواري رسول الله، فقال ابن عمر إن كنت من آل الزبير وإلا فلا. قال فاسأل هل كان أحد يقال له حواري رسول الله غير الزبير؟ قال لا أعلمه. عن عبد الله بن الزبير قال كنت عند الأحزاب أنا وعمر بن أبي سلمة مع النساء، فنظرت فإذا الزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف؟ فقال رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت. فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. عبد الله بن عمر نے ایک شخص کو کہتے سنا جو کہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کا بیٹا. قتل زعیم یہودی معروف باسم مرحب في غزوة خیبر بید محمد بن مسلمہ، فخرج الى الميدان اخوه ياسر ونادى من يبارز؟ خرج الزبير بن العوام الى ياسر، فقالت امه صفية للنبي صلى الله عليه وسلم يقتل ابني يا رسول الله؟ قال بل ابنك يقتله إن شاء الله. فخرج الزبير فالتقيا فقتله الزبير. كان الزبير من هؤلاء الثلاثة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للبحث عن امرأة حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى الكفار. لقد ذكر هذا الحادث أو لقد ذكرت هذا الحادث من قبل، ولكن سأذكره بإيجاز في هذا السياق أيضا. عن علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخن فإن بها ضغينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خاخ وهي موضع بين مكة والمدينة، فلما بلغناه فإذا نحن بالضغينة فقلنا أخرج الكتاب الذي عندك، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب أي سنفعل ما نستطيع من أجله، فأخرجته من عقاصها وسلمته إلينا، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعه إلى أناس من المشركين من أهل مكة
يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرئا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقتم. كان عمر يفيض بالغضب، فقال في ثورته: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل مكة على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو. فلما دخل مكة وهدأ الناس، جاء بفريسهما، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجههما، وقال: إني جعلت للفارس سهمين وللراجل سهما، فمن نقص ذلك نقصه الله. حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے کچھ مشرکین مکہ کے نام تھا، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کی خبر دی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: حاطب، یہ کیا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ. یذکر الخلیفۃ الثانی رضی اللہ عنہ واقعۃ للزبیر فیقول: عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صنمهم هبل بعصا سقط وانكسر، فنظر الزبير مبتسما إلى أبي سفيان وقال له: يا أبا سفيان، أتذكر يوم أحد الذي وقف فيه المسلمون مكلومين منهكين إلى ناحية، ثم هتفت بكل زهو وغرور: أعلو هبل، أعلو هبل، وأن هبل قد أعطاكم النصر في ذلك اليوم. فانظر اليوم كيف تناثرت قطعه المكسرة أمام عينيك. فقال أبو سفيان: دعك من هذا يا أخي، لو كان ثمة إله سوى إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا اليوم ما رأيناه. لقد أيقنا الآن أنه لا إله إلا الله الذي هو إله النبي صلى الله عليه وسلم. فوج کے بائیں طرف تھے اور حضرت مقداد بن اسود فوج کے دائیں حصے میں پر مقرر تھے. لقد باغتت هوازد المسلمين بسهامهم يوم حنين، وكان فيهم 2000 من المسلمين الجلد ايضا الذين كانوا قد انضموا إلى جيش المسلمين في ذلك اليوم، ففروا ولم يبقى في ميدان الحرب حول النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم. وكان العباس آخذا لجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مالك بن عوف رئيس الكفار واقفا على ثنية من الثنايا، ومعه فرسان من أصحابه، فرأى بعض الناس على خيولهم فسأل قائلا: انظروا ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما على خيولهم واضعين رماحهم على آذان خيولهم. قال: أولئك إخوانكم بنو سليم، لا تخافوا منهم. فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي، ثم ظهرت خيول أخرى، فسأل مالك قائلا: انظروا ماذا ترون؟ قال: نرى رجالا ورماحهم في أيديهم. قال: تلك الأوس والخزرج،
ولا خوف منهم أيضا. فلما اقتربوا الوادي توجهوا إلى طريق بن سليم، ثم طلع فارس فقال: مالك لأصحابه ماذا ترون؟ قال: نرى فارسا طويل البادي واضعا رمحه على عاتقه، عاصبا رأسه بملاءة حمراء. فقال: هذا الزبير بن العوام، وأحلف باللاتي لا يخالطنكم، فاثبتوا له. فلما انتهى إلى أصل الثنية أبصر القوم فصمت لهم، فلم يزل يطاعنهم بسهامه حتى أزاحهم عنها وأخلى الوادي من هؤلاء الكفار. اس نے دیکھا کچھ شاہ سوار ظاہر ہوئے، مالک بن عوف نے پوچھا یہ کیا نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں اپنے نیزے گھوڑوں کے کانوں کے. عن عروة عن ابیہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للزبیر یوم الیرموک الا تشد فنشد معك، فقال: ان شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل على الكفار حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذ الكفار بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد الله بن زبير يومئذ وهو ابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. بعد فتح الشام قاد عمرو بن العاص مهمة فتح مصر، ومن ثم أراد فاتح مصر عمرو بن العاص أن يتوجه إلى الإسكندرية، فنصبوا قسطاطهم على ضفة نهر النيل جنوب الإسكندرية، لأجل ذلك سميت هذه المنطقة بالفسطاط لأنها تحولت إلى مدينة لاحقا، والجزء الجديد منها يسمى اليوم بالقاهرة. فلما حاصر المسلمون مدينة الإسكندرية ورأى عمرو بن العاص متانة حصنها وقلة جيشه، طلب من عمر رضي الله عنه أن يرسل له مددا، فأمده بعشرة آلاف من الجنود وأربعة من القادة، وقال بأن كل واحد من هؤلاء الأربع بألف رجل، وكان أحدهم الزبير بن العوام. فلما وصل عهده عهد إليه عمرو بن العاص جميع ترتيبات حصار الحصن، فركب الزبير فرسه وطاف بالحصن، ثم فرق الرجال حول الحصن الراكبين والمشاة، وأخذ يرمي الحصن بالمنجنيق، ولكن طال الحصار حتى بلغت مدته 7 أشهر، ثم تحقق الانتصار أو الهزيمة لأحد الطرفين. فقال الزبير يوما: أفدي المسلمين اليوم. فحمل سيفه ووضع سلما وصعد سور الحصن، وتبعه بعض الصحابة الآخرين أيضا. فلما صاروا بأعلى السور أخذوا يكبرون، وما إن سمع الجنود حتى أجابوهم وأخذوا يكبرون معهم بأعلى أصواتهم، لدرجة رجت بها أرض الحصن، وظن المسيحيون أن المسلمين قد اقتحموا الحصن فهربوا فزعا وخوفا. فنزل الزبير من السور وعمد إلى بابه ففتحه، ودخل فيه الجنود المسلمين كلهم. عمر بن عاص نے محاصرے کے انتظامات ان کے سپرد کیے، انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے چکر لگایا. ذكر في البخاري واقعة تعيين الزبير قبل وفاته عضوا في لجنة انتخاب الخليفة، وانتخاب الخليفة بعد وفاته كما يلي: لما قربت وفاة عمر قالوا: أوصي أمير المؤمنين استخلف، أي عين أحدا خليفة بعدك.
قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرو وليس له من الأمر شيء. ثم قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر بي، فإني لم أعزله عن عز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم، وأن يقضي أو يرد النظر عن مسيئتهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العربي ومادة الإسلام، وأن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقتل من وراءهم ولا يكلف إلى طاقتهم. فلما مات وفرغنا من دفنه، اجتمع هؤلاء الرهط أن السن الذين كان سماهم أو الستة الذين كان سماهم عمر، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاث، إلى ثلاث منكم. قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن لسيدنا علي وسيدنا عثمان: أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلانه إلي؟ والله علي أن لا آل عن أفضلكم. قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد عملت فالله عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. لما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعهم أيضا سيدنا عثمان. باختصار، قد بينت هذا التفصيل من قبل فترة أيضا، وتناولت هذا هنا أيضا على ذكر الزبير. وللحديث عن سيدنا الزبير بقية أتناولها مستقبلا إن شاء الله. الآن أود أن أذكر بعض المرحومين الذين سأصلي عليهم جنازة الغائب. أولهم المرحوم معراج أحمد الشهيد ابن محمود أحمد المحترم من دوغري كاردن محافظة بيشاور، فقد قتله أعداء الأحمدية في الساعة التاسعة ليلا في 12 من أغسطس هذه السنة بإطلاق النار عليه أمام صيدليته، فاستشهد. إن لله وإنا إليه راجعون.
وتفصيل ذلك أن المرحوم حين انطلق بعد إنهاء العمل في صيدليته في الساعة 9 ليلا أطلق عليه النار رجال المجهول الهوية وهربوا. أصيب الشهيد بأربع طلقات فمات فورا، وكان عمره وقت الشهادة 61 سنة. كان ابن الشهيد ياسر أحمد العزيز قد انطلق من عنده قبل دقائق من الحادثة، وأخبر أهل الشهيد من هاتفه الجوال، وحين عاد ابنه إلى الصيدلية كان المرحوم قد لفظ أنفاسه الأخيرة. كانت الأحمدية قد وصلت إلى عائلة الشهيد عن طريق جده السيد أحمد غل وأخيه السيد صاحب غل في عام 1912، وكان الأخير شاعرا مشهورا باللغة البشتوية، وكانت علاقة هذه العائلة بشيخ محمدي في بيشاور، وانضمت إلى غير المبايعين أي جماعة اللاهوريين والبيغاميين، ولم يبايعوا الخليفة الثاني. كان الشهيد معراج المحترم قد بايع في 1990 أو 91 مع أخوته الثلاثة، وانضموا إلى جماعة المبايعين، وبعد ذلك واجه المعارضة التي استمرت إلى الشهادة. كان الناس يرفضون العمل عنده بسبب المعارضة الدينية، وكانت حملة المعارضة ضده تستمر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة التي اتحدثت أو منذ تلك الفترة الذي احتدت بعد قتل طاهر النسيم من ربوة. وفي هذه الخلفية كانت تقاد هذه الحملة في المنطقة، حيث أنه في بعض الأحيان خود 1990 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ مبائعین میں شمولیت اختیار کی تھی، جس کے بعد سے ان کی مخالفت کا سلسلہ شہادت تک جاری رہا. ان کے پاس کام کرنے والے ملازمین بھی محض مذہبی مخالفت کی وجہ سے ان کے پاس کام کرنے پر آمادہ نہیں تھے. سوشل میڈیا پر بھی گزشتہ کچھ عرصے سے شدید مخالفانہ مہم جاری تھی، جس میں حيث كانوا قد اعلنوا انهم بعد العيد سيخوضون حملة قوية ضد القاديانيين، وأنهم سيقضون عليهم في هذه المنطقة، وكان هدفهم التالي هذه المنطقة التي كان يعيش فيها الشهداء. كان الشهيد يملك خصالا متميزة عدة، فكان يقيم الصلاة جماعة في بيته، وكان يكن للخليفة حبا جما واحتراما كبيرا، وكان يولي اهتماما خاصا بالاستماع إلى خطب الجمعة عبر الفضائية الأحمدية. وإضافة إلى اهتمامه بحضور برامج الجماعة كان مضيافا ومواسيا للخلق ومساعدا للفقراء، وكان يقدم الأدوية للفقراء مجانا، وكان يحب كل فرد من العائلة كما كان يحب كثيرا أولاد إخوته أيضا. وهذا الحب قد تزايد بعد قبول الأحمدية. كان نشيطا في الدعوة إلى الله عند الإعلان للسنة الجديدة للتحريك الجديد. عندها ذهب إلى المسؤول لتلقي الوعد، أدخل يده في جيبه وكل ما وجده من المال قدمه له. ابنه ياسر هاجر إلى أستراليا في عام 2012، فسافر الشهيد أيضا إليه في 2013، لكنه بعدها بسنة عاد مع ابنه إلى باكستان قائلا: أحب أن أخدم العوام الفقراء في بلدي وفي منطقتي، وإن حبي للوطن يسوقني إلى العيش في باكستان. حين سافرت إلى أستراليا في جولة
قابلني هناك. كان يخدم جماعة بيشاور منذ مدة طويلة بصفته سكرتير الضيافة، فالأحمديون مستعدون لتقديم كل تضحية من أجل وطنهم، أما هؤلاء الذين يحتكرون البلد فليس شغلهم سوى اتهام الأحمديين وإلحاق الضرر بهم، لكن الأحمديين سيستمرون في العمل بحسب ما فطروا عليه حسرا. كان الشهيد سكرتير الضيافة في جماعة بيشاور منذ مدة وظل يخدم الجماعة بهذا العمل حتى الوفاة. في رمضان الفائت اعتكف أيضا. أحد إخوته توفي في حادث مرور قبل فترة، ولأخيه الآخر أيضا صيدلية قريبا منه، وهو الآخر يتلقى التهديدات وفي خطر مستمر. قال السيد ياسر بن الشهيد: كان أبي منضما لنظام الوصية بفضل الله، وكان سباقا في دفع التبرعات بإخلاص، وإضافة إلى ذلك كان يقلق من أجل الآخرين ويساعدهم ماديا، وكان والدي شجاعا باسلا لا يخاف رغم المعارضة وتوكل على الله، وكان يقول دوما: لا أخاف معارضة وأرى أن الله معي. كان رجلا متواضعا وسخيا يساعد الناس برحابة صدر، وكان تقيا جدا ينشغل دوما بذكر الله، وكانت علاقته بالله وتوكله عليه تعالى قوية، وكان ملتزما بالصلوات ومواظبا على صلاة التهجد ويتلو القرآن الكريم صباحا ومساء، وكان ينصح أولاده أيضا بذلك. اعتكف في رمضان الماضي وأخبر أنه رأى في الرؤيا عاقبة سيئة للأشرار والمنافقين، وقال بكل ثقة: إن الله أعد لنا شيئا كثيرا. مكث المرحوم فترة في أستراليا أيضا، فكتب أمير الجماعة هناك وبعض الإخوة الآخرين أيضا أن المرحوم كان أحمديا مخلصا جدا ونشيطا وخلوقا ومحبا ومضيافا ومتواضعا وشجاعا للغاية ومتحمسا وقليل الكلام ولين اللسان، وحين أراد العودة إلى باكستان منعه أصدقاؤه وأولاده أيضا نظرا إلى ظروف باكستان الخطيرة للجماعة، ولكنه قال: هل من سعادة أكبر من أن أموت في سبيل الجماعة؟ سيكون ذلك شرفا كبيرا لي. فعاد إلى باكستان، وقبل يومين من وفاته اتصل بزعيم الجماعة في مولبورن بأستراليا وقال له: إن المعارضة قد اشتدت كثيرا ولكني لست من الخائفين. الجنازة الثانية هي لداعية الجماعة السيد أديب أحمد ناصر، الذي كان ابن السيد محمد ناصر أحمد دوغر من أيديبور بمحافظة ناروال. مرض لأيام قصيرة ثم توفي في 9 أغسطس عن عمر يناهي 27 عاما. إن لله وإن إليه راجعون. سجل في الجماعة الأحمدية أو في الجامعة الأحمدية وأنهى دراسته في تموز يوليو 2017 وذهب إلى ميدان العمل، وكان يعمل تحت نظارة الإصلاح والإرشاد المحلي. كان خاطبا وينوي أن يتزوج عما قريب، ولكنه أصيب بحمى التيفويد في 9 أغسطس، ثم تطور المرض وتحول إلى الصرصار، ولكنه لم يتخذ الحيطة اللازمة وظل يعمل ويسافر، فتوفي بعد 2 أو 3 يومين نتيجة هذا المرض. قال والده السيد ناصر دوغر: كان ابني كواقف الحياة مفخرة للوالدين،
كان صالحا وملتزما بالصلوات والصيام وبسيطا ولينا في الكلام وطليق الوجه. كتب أصدقاؤه من الدعاة وغيرهم أيضا ميزاته هذه. كان يبتسم دوما ويكن حبا للجماعة وحماسا شديدا للخدمة، وكان محبوبا لدى الجميع. كان يخدم كداعية في جامعة تشينة، وقبل الذهاب إلى هناك أبدى حماسا شديدا لبناء المسجد وبيت الداعية فيها، وأرسل لهم 30,000 روبية كان قد جمعها من راتبه المتواضع، إذ يكون الراتب للداعية قليلا، فأرسل 30,000 روبية لبناء المسجد، وأكد عليهم كثيرا أن يبدأوا عمل البناء. وكان يقول دوما: ابدأوا العمل سيبارك الله تعالى فيه. قالت أمه السيدة ناصرة: كان يوم ولادة أديب أحمد يوم فرح لنا، لأننا كنا وقفناه في سبيل الله، وكان الله تعالى رزقنا هذا الولد بعد 4 بنات، وكنا فرحين أنه سيصبح داعية. وثم كان يوم الفرح الثاني في حياتنا يوم دعينا إلى الجامعة الأحمدية لتكريم أديب بمنح شهادة التخرج من الجامعة. كان ولدا صالحا ومطيعا، وكان يتصل بي يوميا من ميدان العمل ويسألني عن أخذ الأدوية وعن صحتي. كان يوصيني دوما بالاهتمام بالصحة. كان ورعا جدا، ولأنهم كانوا مزارعين، فلما كانت الحنطة تأتي في البيت كان يقول لأمه: ادخروا من الحنطة ما يزيد عن حاجاتكم، لأنه وضح لها قائلا لأن هذه الحنطة في بعض الأحيان يأتي المحتاجون والفقراء، فلا بد أن نساعدهم ونعطيهم منها. كان يسكن في غرفة واحدة في تشينة التي هي جزء من جماعة إيدهيبو، ولم تكن في هذه الغرفة أغراض أغراض كافية، ولكنه رغم ذلك ظل يقوم بواجباته بصبر. كان السيد جاويد لنغاه الداعية المسؤول لمحافظة فيصل أباد، عاش المرحوم بروح الوقف الحقيقي وعمل بجهد وتعاون مع المسؤولين كما يجب، إضافة إلى تربية أفراد الجماعة. ومن أجل التربية كان يسمع أفراد الجماعة لقطات للخلفاء، وإذا رأى في شخص عيبا نصحه على حدة مراعيا مشاعره. كان يساعد الجميع، وكان من ميزاته حب الخلافة وإطاعة نظام الجماعة والبشاشة واللين والتواضع، وكان خلوقا وراضيا برضا الله تعالى. ألهم الله تعالى ولديه الصبر والسلوان، ووفقهما لتحمل هذه الصدمة، وألهم أخواته أيضا الصبر، وغفر للفقيد ورحمه ورفع درجاته. الجنازة التالية هي للسيد حميد أحمد شيخ، الذي كان ابن السيد شيخ محمد حسين، توفي في 12 أغسطس جراء نوبة القلب عن عمر يناهز 85 عاما. إن لله وإن إليه راجعون. كان المرحوم حفيد شيخ نور أحمد رضي الله عنه الصحابي للمسيح الموعود عليه السلام،
خدم والد المرحوم بصفته أمير الجماعة في تشونيوت بعد بيعته حضرة شيخ نور أحمد رضي الله عنه. نصحه المسيح الموعود عليه السلام أن يرسل كلا ابنيه إلى قاديان للدراسة، فكان أبو المرحوم قد حصل على شهادة ثانوية من قاديان، حيث نال شرف كونه زميل الصف المصلح الموعود رضي الله عنه. وكان جد المرحوم من أمه هو المولوي عبد القادر الدهيانوي الذي كان من 313 صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام. تزوج المرحوم من حفيدة الصحابي منشي ظفر أحمد من كوبرتلا. كان المرحوم مهندسا معماريا، أكمل دراسته من لندن في 1973، وكان السيد رشيد أحمد من ويمبلدن هنا في بريطانيا الذي كان مسؤول ماكينة الخبز للجماعة أخ المرحوم. ترك المرحوم في ذويه ابنين وبنتا، أحد ابنيه السيد عبد الرزاق هو نائب المسؤول لمؤسسة المهندسين الأحمديين AAAE. كتب ابنه هذا: كان والدي ابنا بارا لوالديه وزوجا محبا وأبا وجدا عطوفا، كان جميع أفراد الأسرة يحبونه، كان من أبناء الجماعة الصالحين والمخلصين جدا، ولم يكن يفوت أي فرصة لخدمة الجماعة، كان يراسل الخليفة وينصح أولاده أيضا بذلك، وكان يوصي أولاده بالارتباط بنظام الجماعة حيثما كانوا، وكان يكرر ذلك كثيرا، وكان ملتزما بالصلوات جماعة، وكان يوصي أولاده أيضا بذلك، وكان سباقا في التضحيات المالية في الجماعة. وقبل وفاته بأسبوعين دفع بإصرار كل ما كان عليه من التبرعات. عاش في نيجيريا أيضا، وهناك أيضا كان يساعد الجماعة في أعمال التزيين المساجد ودور التبشير بحسب خبرته. وحين عاد من نيجيريا أهدى سيارته للجماعة وخدم الجماعة في الباكستان أيضا بصفته مسؤولا لمؤسسة المهندسين الأحمديين IAAE في إسلام آباد بالباكستان. خدم الجماعة في مسؤوليات ومناصب مختلفة. وفق الله تعالى أولاده أيضا لمواصلة حسناته ورحمه وغفر له ورفع درجاته. بعد صلاة الجمعة سأصلي على كل من المرحومين الثلاث إن شاء الله تعالى.